عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله عزيزي المشاهد في مجلس رايد سبعة. على كيفك سبعة؟ والله سبعة. صرنا سبعة؟ والله. تقرأ جدة. طيب أنا هي العلك اللي اليوم عندنا عنز، العنز كيف يأكل؟ اعذرونا يا جماعة الخير من الزمن ما هذا، قبل نبدأ فيديو اللايك وإيش أحمد؟ والاشتراك. أنا ولا تدرون والله أعطوا نسلك. لا أنا مقلب ولا كمان خفية. إيه أشوف. يلا عشان يخفق لنا أحمد خف. حطوا لايك ولكن ما ينفع لايك كل مرة، يلا بنرجع يلا بنرجع سنتين سنة. هذا ولي أمري أبويا 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 أبويا. قل له مشترك ولا أقسم بالله لا أطلعك من برا المخيم. ما اي واحد اخذ 18 اطلع بس لا والله بس يا جماعه والله حطوا اشتراك والله يتحمس لازم يتحمس عشان مجلس رايد 8 ترى اللايكات اللي شفناها والاشتراك والكومنتات الكويسه فيها تحفيز وتحميس هذا احمد الصدق طبيعي اللي كله كنت هذه بس اول شيء يا جماعه الخير اول موضوع ابدا فيه اهلنا الغزه اسال الله العلي العظيم ان ينصرهم. امين. الله ينصرهم ويعينهم يا حي يا قيوم. اي والله صدق. وادعوا لهم يا جماعه الكل. اي والله ادعوا لهم يا جماعه. طيب وش عند الموضوع يا جماعه؟ الموضوع ما نشوف والله العظيم ما عندنا اي مواضيع. ما حطونا شيء. عندنا عندنا. ها. وايد كل ما شانت الجلسة. على طول قال ما عندنا اي شيء. يا ارحموا معليش. خلنا اليوم مجلس رايد على ظهر رايد كذا العنوان. وكل شيء. يا اخي اسكت. ارحموا والديك يا احمد. ركز. هو قايم ابوه صح؟ لا انا عندي ولي امر بسم الله. لا والله لا والله والله مودي والله. انت مسافر ماليزيا لابس كرفت؟ ايوه ابي الكاب. دقيقه الان نبغى عنوان المقطع مجلس رايد على راس رايد. اي هذه على راس رايد طويل ما يمشي رايد نبغى اجابات للاسئله. طال ما هو جالس يشوف بيطلع معنا. تفضل. لماذا ما تسال هو قاعد يدور؟ لا 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 لماذا كل مره تنزل مقطع تبعد بعد هذا الشبيه مصيبة دي ما هي الأسباب الغايبة؟ هذه قلة حياة تسمى في خاموشي أنت زق منه وتقعد شهرين صادق يعني مستحيل آخر واحد تكلم فعلا فعلا وأنت زق منهم كلهم تقعد سنة صادق أحسنت يعني لا تصور والله بعد سنة بعدين والله أنا ما عندي شيء صراحة ولكن عندي ظروفي الخاصة اللي هي كل نفس الجواب اللي هي اللي ضغوطات يا نفسية؟ لا 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 طيب صحية؟ متى راح تعلن إعلان رسمي عن تاريخ الزواج؟ وشو؟ يا حبيبي انت سألتها دقيقة هي نفسية القطعة ولا صحية ولا ايش فاهمني قول لهم ايش بيك هذا بقدر يفلم يطلع سؤال طيب احمد خلنا سؤال تكفى طيب اسمع يا اسمع خلنا خلنا بس لا والله وايد تعبان يا جماعة في شيء تعبان هو فيه ادعوا للرب في شيء تعبان والله يوفقك استغفر الله لا لا والله عاد تعيد الحمد لله ما في شيء لا والله طيب لا والله ما في نسيم ما في نسيم لا خليني ادعو لك عادي هذا مجلس رايد مجلس مين؟ مجلس احترمني من اكبر واحد فيكم يلا من اكبر واحد يلا لا شوفوا هذا كبير جسمه اوكي انا اكبر منه شوفوا اقدر اطلع برا الحلقه والله عادي جدا انا عندي مشكله صراحه مع احمد وشكليات احمد افو اليوم على رايد الحين على احمد خلصت وانا بادي عليك لا الان عليك الان بسم الله الرحمن الرحيم احمد تتصل عليه يكون مشغول ما يرد ما يرجع يتصل عليك كذا خليه على طيب انا ابيك موضوع احمد ليش؟ لا مو اسمع مو اترك الرد واذا ما رديت عليه؟ اترك اذا ما يرد انت بيتك اسمع اترك اذا ما يرد اذا ما يرد شيء يمكن مشغول الاحمر تطوب ليش؟ تبون نتفق عيال مودي نتفق انه نسوي زي كذا عليه شوف انا متفق معاك طيب اسمع وما رديت عليه يداهمك وانت نايم السلام عليكم احتاج ارد تدق علي بنص بثي لا وربك ما تاخذ وقت متابعيني هذا وقتهم بعطيك احمر على طول يا ريمستريو اصبر ريمستريو من هذا هذا واحد اثنين ايش مقصر الواتساب ارسل وش بيضرك ترد انا اكون مشغول المشكله ثاني وش الواتساب ليه ما ردت طيب بعد الاتصال ليه ما ردت بعد الاتصال ليه ما ردت لاقي ليه ما ردت بعد الاتصال بعد الاتصال ليه ما ردت ما اشوف الاتصال ليه لا اسمع والله اسمع طب تعال كلمني واتساب حلو ترسل صوت اكتب لك ما اسمع جبنتي ابغى ارد
لازم نعدله لازم نعدله خوينا لازم نعدله لازم يمشي قبل يرد قبل يرد أحمد يسألني سؤال تأمين عليه يسألني سؤال موضوع طويل قبل لا ترد أطلب منك أطلب منك عمرك قناتي حلو يقول لي رايد ليه أقول أبشر سجل سجل صوت يمكن دقيقة ونص يقول رايد ما راح أسمع أكتب كتابة تخيل اكتبها انا مستحيل اسحب لا هو يعرف الموضوع انا خلاص ما في حل ارجع ادق عليه طيب اوكي اسمه هوي جاوب اذا تسمح لي برر اطلع الجوال لا ووريهم المحادثات اللي بيني وبينك ارسل له وين يا عيال ارسل له وينك والله يرد علي ب 54 ثانيه ليه ما ابغى اسمع وينك ب 54 ثانيه ابغى اعرف مكانك بس ليه ليه يا ابني ليه انا عندي شغله دقيقه تفت فيها ليه دقيقه يا ابني قلت انا بالمستشفى بس ان احمد ايش صار بالمستشفى انا يعني لا صوت الحين مو الان بودي انا بالسياره جايين المخيم أيوه؟ واحد ارسل له صوت حاطه على اثنين صنبرين لما عشان بس خلص الحمد لله الحمد لله ما شو هذا شاهد من انا مشكلتي يا جماعه ولا اذا رد الو هلا عندك 34 ثانيه بسرعه الان تتوتر ما ادري ايش تقول طيب مصيبه انا على طول ماك يا الله ما اتكلم يا اخي ما تقدر ما تقدر الموضوع ضدك يعني تسكت وتسمع مننا خلاص احتاج واحد يمسك جلسه الحوار يلا انا ابنك بروحك لا انت قناه مين قناتك الان بيسد لنا 30 ثانيه 30 ثانيه لا ابدا قطك فيه اعطك انا اجي اسال الشخص سؤال واقول له يا فلان انت احتاج منك اجابه واحده وينك موجود تجي الان فاضي مشغول تلعب معي تصور معي ابغى ردود واضحه اثناءها اكون اشتغل على عمل معين هو اللي يخليني ما اسمع عندك كثير ونص في اوقات تجيني اتصالات انا اكون قاعد ابث او قاعد اصور ما اقدر ارد اقول يا فلان اكلمك خلاص جاك احمر اعرفني مشغول ارسل على الواتساب باقي عشان صوتك طويل ارسل على الواتساب عشان كذا الترخيص قاعد يتخطعني وانا سرحت من الوقت تفضل عندك خليه يكتب انا ما اسمع ما اقدر اسمع عندك 10 ثواني يلعب كلاش رويا بعد هذا كافه اذا دخلت جيم ما اقدر خلاص انا والله اقنعني والله قبل الموضوع هذا والله ابنني موضوعك ابنني موضوع احمد احمد اقنعني صراحه بكلامه لكن احمد اذا انت في منا شيء وش تسوي بعطيكم مثال دقاني ما رديت طيب انا نايم دقاني ما رديت حلوين وانا نايم والله نايم وش سوى راح شقتي دق الجرس فتح للعامل عامل قال انت مين قال دخل غرفتي اقسم بالله انه دخل غرفتي عشان عندي بطانيه صفق العامل بطانيه غرفتي الخاصه صحيني قم مراي ما شاء الله عندي مقطع اعرض عليهم ما شاء الله دق عليك 10 مكالمات لما ترد انت من هو سمي جذوب يا الله بسم الله بالقيامه خفت خوف وش ذا هذا يذويني منك شيء اصبر 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 ابغى المقطع ارسل لك لازم ينحط المقطع انا مصوره وما نزلته ليه ما ترد على الجوال يا ابن 66 11 اتصال هاتفي كم على علم ملك اي الحين خلص موضوعك اي بس انا احرص اني اذا الشغله ابغاها مهمه احرص عليها لا تنجز لكن اذا صارت لينا ما يرد لا 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 والله يا جماعه ان هذه افتراءات ومبالغات بمواضيع تافهه وبسيطه استغفر الله ليه احنا ضد اقول لا لا مو ضدي انت تبون تورونهم انكم قاعدين تصنعون محتوى على ظهري لكن انا ادعكم وانا اسمع لغالي والله انا اسمع خذوا هذه مني ايش رايكم باللي يقدم خليني نقول احمد ما عندك شيء والله كان بعد زين انه بيفلم فيلم ابغى اخليه يقول سوكت ايش رايكم باللي يبدي تفاهاته واشياء ثانويه الغير مهمه على الاساسيات والاولويات كيف يا عمري يا عمري يعني اجي انا مثلا عندي مثلا نقول اجار شقه مثال اعطيه اشتري لي شيء ب 1100 ليه اشتري سياره ب 45000 لعبه بولو ايش هذا لا اول شيء ترى ما يدري عن السياره شكلك ما تدري عندي بشري وناستي اشتري وناستي بشري وناستي انا رجال اشري سعادتي تخيلوا معي اني اجمع فلوس اجمع فلوس ويلا يوم صرت كذا مت من بيستانس سوي كله بروسي طيب انا بستانس عادي
وش قاعد عيش طول عمري بقي؟ لا تو تو يا اخي قدامك. وش قدامك عمر؟ قدامك عمر. ما ادري كم عمري. ليش الاعمار بيد الله؟ ايش 1100؟ هذا مو من حسابي. والله مو من حسابي، هذا مقطع يوتيوب فزت فيه واشتريته والله. 1100 والله العظيم. والسياره اللي ما تستخدم 45 كيف ما استخدمها احمد هذه محتوى باذن الله بيشوفون، انا بحط لهم صوت. طيب واذا ما نزل لهم رده فعلك؟ اذا ما نزل لهم محتوى والله ينزل لهم. اذا ما نزل لهم مقطع خاص فيها معناته انك بذار، بتبذر 100% بينزل لكم. بالدار ان شاء الله. ان شاء الله. طيب نطلع لهم الصوره عشان يعرفون ايش بحط لهم. رده فعلك، رده فعل العيال ورده عشاء بذار. خذوا هذا المقطع. يا سلام. بس بس السلام عليكم. رايد رايد وقف وقف. وش ذي؟ سيارة؟ هذا هذه سيارتي الجديدة يا جماعة الخير. باركولي اكتبوا مبروك. ها هذا موضوع يخص مودي وأحمد. وش رأيك في فورتنايت الجديدة؟ نزلت مرة حلوة صح؟ يا أخي أنا خايف والله إني ما أكذب، ودي أصور مقطع فيها يا أخي، خاصة الحين عندنا بث أنا وأحمد 24 ساعة مشاهدات، يعني 6 ساعات فورت مشاهدات بس... الجيمنج يا أخي مصيبة يا أخي، كيف تجمعهم؟ لازم شيء ومحتوى، تسوي محتوى واللعبة عجبتك لازم تسوي فيها محتوى عشان تطلع بشيء أسطوري والله. في المحتوى كالتالي، تطلع كرشتك عرفت كيف؟ في البث تطلع الكرشة وتعطيها 1-2 وتحط 7000 دولار. هذا بث تيك توك. هذا بث تيك توك مو باليوتيوب. لا بس لا بس افكر اني افتح قناة ثانية والله. قناة ثانية يا احمد انت ما فرحت الاولى. ثاني يا احمد هذول اخوياي يحطوني عشان كذا انا ما نسيت. انا احفز ما في فايده. يلا حفزني هالمره عشان ما في فايده. حفزت بس اقسم بالله العظيم لا انزل والله. اذا وصل 100,000 لايك المقطع هذا، المقطع اللي بعده على طول بثلاث ايام والله تم. اقسم برب الكعبه تم. اي مقطع 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 ابن الحلال مشويتين في جبال الخضراء. لا مقطع اذا 100,000 لايك او رب الكعبه بعد 3 ايام ينزل لكم مقطع ثاني. يلا جيمنج جيمنج اي مقطع الجيمنج سهل ترى. ما نزل بعد 3 ايام بحلك شيء. اذا اي اذا ما نزل بعد المقطع هذا 3 ايام اذا وصلوا 100,000 لايك اخلي احمد يسوي المقطع بس كذا مقطع متعشين ثاني حلك سبي ويضحكوا بعدين خلاص كذا. والله لو حدد عشان هو ضامن يمكن ما يسوي مقطع. افيد واستفيد. اعطوني حقي انت، اعطوني حقي ورب الكعبه. نزل مقطع مزادات خايسه ما راح اتحمل. الموضوع اللي بعده خلص الموضوع الحين نجي لموضوع نايف. نايف هو الوحيد المتزوج وعنده ولد ما شاء الله. انا والله نايف احنا مدمين على الزواج اقسم بالله. انا ما اكذب عليك والله ما اكذب. نايف ناصر. اي ناصر هل فرحت فيه اكثر ولا فرحت بالزواج اكثر؟ شوف لا سؤال ناري. يا ويلك يا ويلك يا الله يمكن تنام في الخيمة. لا لا سؤال ناري. شوف ركز معي، انتم عارفين الزواج شلون انه من 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 فضل الله سبحانه وتعالى تمام. والله سبحانه وتعالى يرزق ويوسع عليك، والزواج هذا نعمه كبيره وتستر على نفسك والى اخره، والله يوفقك فيها. بعد كان السلف اذا كان يبغى يفتح تجاره كان يتزوج، ففيه رزق وخير كبير لك يا الواحد. الولد من جهه ثانيه سبحان رب العالمين فرحته وطعم ان عندك ولد وكذا يختلف، فما اقدر انا اقارن شيئين مختلفين. يعني الزواج فرحه وناسه، والولد حياه ثانيه. انه سواء ولد او بنت، انا اتكلم عن الطفل اللي لك شيء ثاني. يعني انت اذا بدوا الناس يتكلمون والله يشبهك، لا ما يشبهك، الظنا يشبهك كذا. احيانا يسوي ناصر حركه ناصر من ولدي ناصر يسوي حركه اشوف نفسي شعور غريب، شعور عجيب يا جماعة. أنا مرة من المرات ناصر شو شاف نفسه؟ لقى ولدي عنده فلوس. سبحان الله نفس أبوك عنده. أنا مرة تعب وعمل وكذا وسويت كل شيء، وتقريبا لي تقريبا 4-5 أيام مضغوط مرة، كل يوم صباح أروح يمكن حتى تشوفون بالسناب أصور بدري وأروح أشتغل جيت مرة من المرات للبيت وناصر كان مصحصح مستأنس مبسوط، فطايح بحركة الحين انه يخم. اوف ايه. الله عمره سنة ما كمل. لا الحين سنتين ناصر. ايه فخمني سوى كذا سوى كذا بصابع كذا يا حليل طبطب علي. بكيت ولا لا؟ نايم بلا بكيت ولا لا؟ حليلي والله العظيم يا جماعة بغيت تشكيله. الله يحفظه. الله يا ولدي باقي شوي واشكيله يا جماعة. فما في شك ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. طبعا ما يخلى البزر من الازعاج والصياح اكيد والحوادث. ابغى تنقطع على اذنه قبل كم يوم. ليه اذنه؟ ليه جبت الطاري؟ كنا على هم يا الله
زين صدم وطاح وكذا فمتعب والصياح والمشاكل. يقولون العرب زمان الطفل يعني او الضنة او الولد يقول لك مجبنة مبخلة. ما معنى؟ يعني يحد بعض الناس على الجبن، على الخوف، على الحرص على عياله، مو ما يصرف فلوس غيبة. لا لا هذا المبخلة. انه ما يصرف، يخاف انه يقصر عليهم. والجزء الثاني من الناس يخاف عليهم مرة. فتلقى بعض الناس ما هو يعني جري وطول عمره يقول لك اذا جاء الولد سبحان رب العالمين يصير مرة خايف عليه. الله يخلي لك ناصر ويرحمك يا رب، امين يا رب. طيب نايف صدق يقولون انه اللي يتزوج سبحان الله من الله يعني انه يصير اموره لو راتبه 3000 يتيسر اموره. لا والولد اذا انجبت الله سبحانه وتعالى يرزقه. الله سبحانه وتعالى يقول في القران اكثر من ايه: ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق، ولا تقتلوا اولادكم من املاق. يعني اللي هو الفقر، يعني كانوا بعضهم يصير مره بفقر فيذبح ولده. ذكرتني بشيء على طريق يذبح ولده. قريت شيء انا قريت والله قريت اكيد في مكان يذبح ولده. اسمع ان الابو يذبح ولده يبغى طيار ما يعرف ما يعرف ولده ان الاب يجوز له ولا يؤثم. وشو الولدي؟ الله ناصر كيف حالك يا ولدي؟ لا عاد مو كذا احمد لا اسمع خلني اشرح اللي انا قريته. فاهم كلام انه الان وضح لنا في حال ان الاب قتل ولده ما يقتل عليه. قتل ولده ما تسلم عليه. قتل ولده ما يقتل عليه. لا 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 مو هذا مو بالان. في ناس تكلموا هذا الشيء زمان انه يقول لك يعني كانه ولدك حلالك لك يعني فاذا قتلته ما تقص بداله. هذا يقولون كذا يقولون. لكن الان طبعا كثير من العلماء انا قريتها بس كثير من العلماء يقولون لا ما ادري مصحيح. كثير من العلماء يقولون لا مو بصحيح. النفس ما له علاقه. الله سبحانه وتعالى قال النفس صح. النفس ما قال ولدك عادي. بعضهم اخذها بما اخذ ثاني بادله ثانيه بعضهم لا والاغلب قال لك لا. النفس مقدسه بالدين. النفس شيء النفس هذا هو اللي ما اللي صار. يا يا ابعدوا عن المواضيع دي والله النفس. اي انا خفت والله راس انك تعبت شوي. انا اعرف لكم واحد يا عيال كنا في الاستراحه اذا تجمعنا وبدينا نقص سوالف. تسمع يا مودي؟ اي معك. كان اذا قلنا قصه عن يوم القيامه والاخره سوى كذا وهج. لا 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 اعوذ بالله. هج تخيل يهج كان يهج خاف. يا ابن الحلال اقعد معنا زي كفار اول يحطون ايه جعل اصابعهم في اذان. لا استغفر الله المسلم لكن يهج. هذا هو والله خاف والله يركض. كنا 30 نتجمع يركض صح تماما. اي والله. طيب المسجد ما اللي بنينا في اندلوسيا. اوه ما شاء الله يا هنيك. هذا تصريح عند رايد بدري بينزل يا هنيكم بلجر. هنيهم والله. اي والله يا هنيكم. اي والله. والله تصريح عند رايد بدري بينزل قبل هذا المقطع ولا لا؟ لا بينزل قبل شهر. المسجد باذن الله شهر 12 يعني بعد تقريبا اسبوعين يكون افتتاح. الله كريم يا قيوم. يا محمد احنا نسافر كذا بدايته. ايه نبغى نجهز نضبط امور يعني بعد زواج. زواج كذا زواج. يا الله نضبط البلان نسوي الاداء حاجزين طبعا. ايش بيكون عندك انت؟ الإمام إن شاء الله. أنا المؤذن. المؤذن خطيب. الخطيب مودي. أنت أنت مودي. أنت تبسط فصفص عند الباب بعد مسواك. بعد المسواك أبيع والعود ذا اللي كنا زيت الفرامل. بعد ما نخلص وفق لهم ينزل المقطع بإذن الله شهر 12 بإذن الله. طيب أحمد شلون طيب أنا شلون أنت؟ قلنا لك تقرأ آية في المساجد. تقرأ آية في المساجد ونحط الآية. أنا نحط كم ثانية من الخطبة كم ثانية من الأذان. انا ودي تحطني اخر انت عندك ترى عشان تعرف فكره ابراهيم العمري حاجز ابراهيم الاذان الاول. انا الاذان الاول. انا الاذان الثاني. انا الاذان اللي يخليك اذا دخلت ما فرق اي شيء عادي. لا شلون ما فرق؟ هي الوصول. لا قلت السلام عليكم. وش هي الوصول؟ اذان اول واذان ثاني. اي بس عشان اعرف وين انا بكون. خلاص لان يمكن يقول ابراهيم لا لازم يدري. كلها اذان كلها اجر. يا ابي والله كلها اجر. طيب اسمعوا يا جماعه في سي والله في سي. انت حتى انت ما ادري عنا قسم بالله. احنا مقبلين على الشتاء قريب بسوي هودي خاص فيني. هودي اول مره. لا 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 والله ما قد سويت شيء انت صح؟ والله تدري امي ما عمري سويت اي شيء. ولا بعت اي شيء بحياتي. ابدا ولا زي خاص فيني. اول مره تخيل. والله مستحيل. الله يوفقك. اهم شيء كاب وهودي. اضبط
تدفع فلوس ولا اخوك. كم كيف شريك ضيف؟ كم ضيع علينا قماش كبير. كم كيف؟ والله اني ما ادري بس ان شاء الله انه رخيص بنكسر السوق. يا عيال تعال عندي موضوع. موضوع والله. حجر ورقه مقص. يلا حجر ورقه مقص. حجر ورقه مقص. حجر ورقه مقص. ابلع اقراك يا ايزي. يا عيال يرهاك الله يجعل يتم. قولوا امين يا رب. يمكن بعضكم ما يبغى بس انا والله بدعي. وشو التيك توك ينحب بالسعوديه في نسبه كبيره. ليه يا احمد تكره التيك توك؟ ليه 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 يا احمد؟ يمكن في ناس طيب. هو العداوه اكيد يا جماعه. اللي يعرفني زين اللي يعرفني المنصه ذي ما احبها والله ما احبها. وين نوعيات والله تجيب المره حتى يعني هو مو يعني في كل مكان في نوعيات. والله ادري ان في ناس بتزعل. ليش يا احمد يا اخي تبغى احد يقول كذا على اليوتيوب؟ اسمع مني انا من زمان اقول ان في المنصه هذه منصه الشر فيها يعم اكثر من الخير. تمام؟ الفترة الحالية ايش صاير؟ ايش صاير؟ علمني والله اللي متابع واللي يدري اي شيء تكتب عن المملكة العربية السعودية الله يحفظ المملكة الله يحفظ الوطن ما نعرف ايش السعودية التيك توك ايش يسوي؟ ازالة يحذفها على طول يحذف اي شيء وش يحط سبب الحذف؟ انتهاك لارشادات المحتوى عندنا الله ابوكم يا عيال الكلب فايش سووا الان؟ سووا عليهم حملة دوري الدرجة الممتازة الظاهر عندنا في السعودية ألغى العقد حقه مع التيك توك كامل. سووا عليهم هاشتاقات في تويتر. العالم بدأت تقلب. اللي بدأ يستقيل من تيك توك أول طلع يتكلم عنهم. العالم انقلبت. قاعدين يسوون شيء الناس تستغرب. تقول ليش أنا كومنت ينحذف؟ ليش مقطع ينحذف؟ ليش تعليق لا موثقين هالناس مصورين إيه؟ بعد. أنا كلام كل شيء واضح. الكلام اللي قاعد أقوله أنا هذا طبعاً صورت بشوك مع ناس كثار حتى مصنع محتوى مرة مساكين. يعني في ناس مصدر رزقه وتعبه كله الفلوس يجيبها من المنصة هذه بس. فانه ينقطع البرنامج عليه او ينحجب انت بتودع خلاص اذا انت بدك تامن وضعك او ما عندك تطبيقات ثانيه انت هو السبب من السبب الاداره السبب التطبيق هذا انا والله العظيم من زمان ماني بهضمه لاسباب كثيره فالان طلعت هذه ما ادري انت ضد او مع ولكن لا مع اكيد اكيد 100% معك احنا 100% كان جس نبض بس كان جس نبض احنا 100% احنا لا ابث فيه ويا الله انا ما ابغى بس انه مثلا ينحجب او بس انه يعني نتركه لا انا ابغى ضغط اكثر عشان هو يجي ويغير يب. من الارشادات هذه ويغير اعتذر صح بس ما يكفي ولا يهم. لازم يغير ولا يهم. يغير ويركع ويخضع وبعدها احتمال انت. جزء شوي من الشعب يمكن يسمح له لكن خلاص انا اعتقد ان المساله منتهيه شوف هو كتطبيق تكلم عن المحتوى اللي فيه ما اتكلم عن التطبيق نفسه المحتوى اللي فيه يعني في كثير سيء لكن اذا انت كنت توقف يعني المحتوى السيء الالجوريثم اللي فيه مو طبيعي اذا وقفت على المقاطع اللي عشان تعجبك الزينه إيه؟ يصير كله زين بالنسبه لك كلمه حق والله يا في ناس بدون ما اذكر اسماء عشان ما انسى في ناس اشكرهم على البيئه النظيفه اللي يقدمونها والمحتوى والمحتوى محتوى نظيف محتوى في ناس بالتيك توك والله محتوى ما تقدر تستغني عنه والله ما تقدر تستغني عنه واحد اسمه وبعدين في تنوع عجيب اعرف لكم واحد ينزل مقطع يعني اغرب من الخيال في عنده كتاب عن كتاب تقريبا 40 قاعده للقوه اسمه الكتاب كل مقطع بالتيك توك ينزل القاعده ويشرحها مين فاضي كامل يشرحها مين فاضي انه ينزل كتب ولا وفي اقبال فهو تنوعه طبعاً عجيب طبعا في ناس لكن لازم المنصه تخضع لازم في ناس اسمه طارق العمري اصبر اصبر بقول حق خضعت ترى خضعت ورجل هذا القوي ايوه طبعا في يا جماعه عشان تفهمون المشكله انا معي بالتيك توك ايش ان في نسبه كبيره زي ما في باليوتيوب زي ما في المنصات الثانيه في نسبه كثيره صغار ويسهل عليك اذا دخلت البرنامج انك تدخل في عوالم كثيره مره تتصفح فيه يطلع لك مقطع صدفه مقترح من الالجوريثميات التيك توك التابعة ثانيتين بيطلع لك مقطع ثاني زيه نفس فكرته فسهل انك تروح وتبحر باشياء تخاف عليها اليوتيوب ما نقول لا فيه بس اصعب شوي اصعب بكثير انت مثلا تدخل على واحده مثلا من المقاطع انك تشوف مقطع ثاني او مقطع ثالث لازم تقعد فتره اليوتيوب طويل مو بنفس هو اسهل تطبيق تيك توك فهذا هو والله العظيم والله العظيم والله انا كرهي للتيك توك يا جماعه انا يا احمد شخصيا وليه ما عندي حساب فيه مع العلم لو تكتب هاشتاج شنق في التيك توك تلقى فيه فوق المليار بحث ناس كثار وكثار كانوا يطلبون وحتى المنصه بنفسها جت كانت تطلب مني اني اسوي حساب هنا كنت رافض مره جت بعروض ومبالغ اني اسوي حساب وكبرت كنت رافض مره لان تفكيري ما ودي انقل متابعيني المنصه هذه اللي الكلب فيها كذا منصه بيها ثابته ممكن في اي لحظه في واحده من المقاطع السيئه او الخادشه للدين او للحياه تنتشر فيها وتبدا الناس تشوفها بالذات في فئه كبيره من اللي يتابعونها صغار بالعمر فانت مسؤول امامهم ايش تقدم وين بتوجههم وين بتوديهم ونفس الكلام على باقي المنصات وكل منصه تختلف اكثر
فهذا تعليقي لها. تفضل عبد الله العمري. انا عندي والله في ناس محتواهم مره حلو زي طارق العمري، ياسر الزهراني، في بعد هذول يا اخي بسم الله حسبهم الله حسيبهم ان شاء الله. الله يجزاهم. اي والله والف نعم. يلا هذا موضوعي تفضل. يلا وش موضوعك نايف؟ نساه؟ لا مو بنسيته، لكن كم بكل واحد يقول يا جماعه كم بيكون عمرك مع كاس العالم؟ مع كاس العالم اللي بالسعوديه. كلمني انا. كم بيصير عمرك؟ 2000 وكم؟ اي 2000 40 40 لا 34 34 انا بيصير عمري 24. ايش؟ وينك من 24؟ بالريس 86 ذا بيصير 37 انا بكون 40. انت 45 41 بالضبط. رايد بيجي بكل عيالهم جايين يحضرون. بابا بابا كلهم كذا جبهه. بابا 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 راس طويل يا طيب مودي كيف بيجون عيالك؟ انا 40 بصير. ليه؟ كلهم يا ولد ما حد يسمع كلهم. يفسخوا راسهم هنا ما في لا 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 يا مودي لا تتكلم عن عيال يا الله. من كثر ما يتنمر ذا الله يستر الله الله يستر. لا والله يا رب انا عادي جدا كل شيء بس ما فيهم يسبوني يا اخي الهم. لا رايد وش زينك ما شاء الله. رايد وكثير. جميل. جميل تحب ما شاء الله. ايش ذا الجمال. يا رب الله يحفظ الله يحفظ. هذا انا اخوي اللي يحفظونك والله. اشترك. لا زالت الجلسة. اشترك. عندي موضوع. والله. يا الله. اليوم احمد البطل. ايه. طيب انا عندي موضوع موضوعك بس. يلا يلا مشيكم كله. تفرق قدام الشباب. تفضل. احنا شهر كم؟ وعربي هجري حلو 10 11 11. طيب الشهر الجاي في حدث وين جديده؟ حدث هذه جديده توني اسمعها. حفل الجوائز السنوي. اوه يا احمد يا احمد ما اصبر ثانيه اجلس. تصريحي والله احمد شونك اكس بونك للمره الثانيه بيسويها افضل صانع وافضل يوتيوبر قلبي يقول والله يا اخي. واذا جبتها احمد اذا جبتها يا رايد والله العظيم. شوف احمد خليني اخلفك شيء والله وتالله وايم الله واقسم بالله العلي العظيم اني اكثر من شهر والله من اكثر من شهر اقول احمد يبي ياخذ افضل صانع محتوى صح ويبي ياخذ افضل ستريمر المره الثانيه ان شاء الله ان شاء الله باذن الله والله بتاخذها كلنا ندري انا واثق فيه حلو وقلت اذا ما حد شد حيله السنه اللي بعدها وتالله اني اخذ. ايوه دقيقه مو على كذا ابو صديقي. لا 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 اجتهد باذن الله راح ينال ان شاء الله. نقول ان شاء الله ندعمهم باذن الله تعالى باذن الله. لكن ان جبتها للمره الثانيه صانع محتوى ستريمر ثنتين باذن الله عطنا تصريحات. هي متى هي بعد كم؟ بدلنا بدلنا هي الاعلان شهر 1 يوم 16 الحفل. ايه الحفل الحفل بنص يناير. ايه التصريح يلا يا صاحب المقطع. وانا قلت لك معاه كلنا. لا انا شوي ربي ان جبتها ها احمد اعطنا ان 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 كتب ربي باذن الله هو بيجيب راح شفره للجميع. الله محفولين. الله مكفولين. يا الله الى افضل مكان في العالم. يا رب يا رب يا رب كالمكرمة في اعلى برج تسمى اوروبا سويسرا مكه افضل مكان بالعالم. ايش تغير وجهك يا رب؟ تغير وجهك تغير وجهك يدور 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 اسمع لنا يجي جده وروح بو هنا يبي يغسل لنا مكفول وانا اللي اكفل بدفع حق البنزين بدفع كل مره بيجي جده ان شاء الله ان شاء الله. وليش نروح؟ انا محرم. ليش نروح؟ ان شاء الله ما انساهم باذن الله ما انساهم بالدعاء طبعا عشان تعرف السنه هذه ليش انا باذن الله متحمس اكثر من السنه اللي فاتت؟ الوضع كان يخوف توتر كانت السحب مليانه. والسنه ذي السنه هذه باذن الله باذن الله السنه هذه يا جماعه تعرفون وشاهد يمكن بعضهم ما يدرون تدري يا نايف يا مودي ويا رايد في السنه هذه جبت عن 6 سنوات من بدايه مسيرتي من اول ما فتحت قناه في سنه واحده. ما شاء الله تبارك الله. من اول ما فتحت القناه من اول ما فتحت القناه فضل رب العباد ما شاء الله على نفسي الحمد لله ما شاء الله تبارك الله. من اول ما فتحت القناه الى نهايه بدايه السنه هذه كنت 6 مليون السنه هذه بس زياده 6 مليون ما شاء الله حالة. يعني دبل رقم دبل من البدايه ما شاء الله ما شاء الله باذن الله ما شاء الله. هذه ناحيه يوتيوب البثوث اللي سويت فيه هني السريم الثاني على العالم البثوث قصرنا اعلى رقم
بالتويتش مرتين بعدين راحت صرنا على رقم وصلنا 214 الف مشاهد بث واحد واللي قبلها كان 170 160 ارقام تخوف كيك نفس الحكايه يوم دخلناه وصلنا باول 140 الان الاعلى عربيا في المنصه والثاني عالميا باذن الله لسه الثاني عالميا بعد عوادكم وباذن الله يا جماعه جبناها باذن الله ما ننساكم نسوي لكم طيب انا ودي قبل سنة 2023 او افضل صانع محتوى وستريمر 2023 حاب اسلم عليك واقول لك الف مبروك افضل يوتيوبر يا ستريمر كلامي زين سمعك قبل شهرين ها لا 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 والله تحطوني تحت ضغط يا جماعة لا 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 لاني قدو لان والله ما نحط ريتش قدو احمد بعطيكم معلومة السنة اللي راحت تذكر يوم وقفنا على جنب قلت لك مودي علمهم سلفت ورب الكعبة وقفنا قبل لا ندخل الحفل ماني قادر ادخل وهو متوتر ماني قادر ادخل قلت والله انها لك وفعلا لك يا احمد صح والسنة هذه والله باذن الله عطني يا جماعة والله ما في إجازة من بداية السنة شغالين للحافل المقصد والهدف أن نوصل لمرحلة إحنا مقدمين محتوى بإذن الله أنه يرضي رب العباد يا رب ويرضيكم إن شاء الله يا عزيزي المشاهد فأنا حريص على هذا الشيء أنه يكون لكم أنا وحتى الناس اللي جنبي حريص والله على الرايد حريص على أبو خالد أبو ناصر المحتوى كل شباب اللي حولي يصورون أن المحتوى يجيكم محتوى حلو تمام فالله يسر طيب أحمد شيء ما تعرفه أو ما حسبته والجمهور ما يدري احمد السنه هذه انا معك في مقاطع كثيره انا معك ومقاطع كبيره كم دفعت اليوتيوب كم دفعت عشان مقطع يشوف الجمهور كم دفعت طيب أحمد. اوكي حم مودي مودي يا اخي الله يشغل ابليسك كم عمرك انت بالحلال بتسكر 40 بعطيك 40 يا حبيبي لا شوف بشكل عام او الدفع لازم يعرف المشاهد انه مو تبذير كثر ما هو يعني عشان الاستثمار بنفس الاستثمار المشاهد يستمتع في واحدة من المقاطع بدون ما اقول اسمها ممكن قلتها في الفيديو يعرفونها صرفت على المقطع فوق 130 الف ريال الله اكبر مقطع يا عيال مبلغ يا ابن الحلال اقعد يا اخي لا قاعد اوضح انا سرقت فيه المقطع ما ادري تمام هذه واحدة من المقاطع ما شاء الله في اشياء ثانية بس والله ما بعدها هذه والله ان لكم يعني الان نقدر نقول انه الدخل اللي يجي يرجع على طول بالمقاطع يعني الان لك تقريبا حول السنه الربح مو بالطموح يعني لا هو ربح بالسنه اقصد مو بالطموح لا اوكي 20 مليون ربح بالسنه فاهم الله يلا هذا ترى عنده سيارتين وعندهم شقتين المهم يا سياره صغيره كبرى الحمد لله كلكم تدرون سيارات قديمه عادي ايش اسمه ذا العدو الابليس ذا المشترج ايه في اشياء والله يا جماعه انا مبسوط والله لو ادفع زي مثلا المسجد اقسم بالله اني ماني نادم على ريال واحد الحمد لله ويدرون الناس واللي تتابعني الان ان انا المسجد يوم بنيته مع المتابعين كان فلوس اليوتيوب قال الحمد لله والله يكتب اجركم يا جماعه والله تفضل المتابعين الحمد لله فان شاء الله متى راح اشوفك انت في صانع اليوتيوب والله يا احمد والله انك الافضل والله يا بعيني اقسم بالله والله مالك انا والله ما فوت لك والله لا ندره ما يتكرر راح فعلا ما له مثيل باليوتيوبر ولا حقنا والله العظيم وجهه طويل يعني احيانا يا ولد اشياء هذا ما يا ابو خالد احمد اوكي لك 14 سنه بالمجال ممثل في شباب المهم لاعب في المنتخب ايضا لعب في نادي النصر ايضا تاجر عندك مشاريع حلال امورك طيب ما اختلفنا مع الشاهي ويجيك من خلاص فرصة يا أحمد احنا طلاب عندك احنا طلاب انا طالب عندك يا المخطرة انت 11 مليون انت تاريخي انت بترفع انت تاريخي انت ارث اليوتيوب يا عمي اليوتيوب انت يتعلم من خليني اتكلم ستوب اقسم بنعاقبكم لا تبي نجلدكم اكبر واحد قناته خليكم عقلي نجلاكم اكبر واحد وقناتي انا عاقل سطرك ليه الكرشة؟ لا لا مو كرشة اسمه صوت السر نفس صوت السر لا هنا أغمى لأن هذا كبير طيب شو اسمه طيب من ناحية أنه أصير أفضل صانع محتوى أنت أفضل صانع محتوى في قلب أنا أي والله أنا أهم شيء في قلب أخوياك أهم شيء اني انا في صانع المحتوى عندكم أيوة. وعند الجمهور انا مرتاح بدون جوائز جوائز لله اسمع قلت جوائز بدون والله العظيم لو اخذ افضل صانع محتوى هذه مستحيل لان انا يلا استمر بس ان شاء الله خير بشيل هم
ما راح اجي يمكن والله ما اعرف اسولف ليه؟ نفس احمد ما شاء الله السلام عليكم والله هذا كان من زمان مايل شوي اي من زمان مايل الحمد لله هذا يعني من بعد يعني الله له التوفيق والله ما اعرف اسولف في هذا المكان انه يتمنى لك فهمت مستحيل انا مستحيل ترى ما حتى ايام الاذاعه يحطون هيك القران اقول انشوده بس ما اسولف انت أيه. انت بقى ايام التلفزيون ابيض واسود صح سويت الجائزه ولا لا اي قديم زمان يوم كان التلفزيون ابو لا 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 يا عيال والله عندي حل اي سكت والعيال العيال اكثر ما يضحكون علي اخوياي واهلي يضحكون لا تقول حلمك تبي تصير موديل لا لا يا حبيبي لا لا حلمي وشو الحلم يعني يمديني اسويه الان بس ماني قادر فهمت يعني مو يا رب اعرف وشو اسوي فود تراك اندومي ونخانق اقسم بجلال طيب ما تحس انه محلوب شوي وشو هذا كلنا عند اندومي والله اني ما دريت عنهم انا اقول الان ولا اشوف ما شفت الا واحد اللي يعزم شو اسمه ذا وشغله يعني ما انا علمك لقاطع انا علمك ودك بس والله هذا حلمي الا واحد شو اسمه يصحلك صحلك انت فرط حركه وتتحرك يلا يا جماعه بجلال والله انه يصحلك فوق ترك صغير فهمت اندومي ورقاب نقارن مع كاتشب انا قصدي انه مثلا بيتزا مع بطاطس جبنه فهمت تشتغل كذا بشيء غريب لا 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 انا ابي اندومي ونقانق باذن الله باذن الله اني بسوي أنا جبت سوي مشروع سيارتي وش الدور ب10 ريال حلوة أقول شيء وربك كابة ولا واحد بسوق صعب شكل ما يدري شلون عشق الأول أنا عشق الأول من ورا يا جماعة والله العظيم أنا عندي موضوع يا جماعة والله العظيم أحس إنه الحين صاير هبة مرة أحس الناس يحسبونه موضوع الاكتئاب والله العظيم أقسم بجلال الله في ناس أعمارهم صغيرة مكتئب ينزل في الكتب الأشياء المقاطع هذه يا الله ولا ما في شيء صغير بالعمر صغير ليش تحمل نفسك بالغ ترى صدق صدق ترى اعمار صغيره جدا خلوا بنفسك ولعبوا بنفسيتهم صغار 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 المشكلة يا رجال المشكله اكبر هم اختبارات اختبارات اكبر هم والله لا بعدين يا محمد المشكله الاساسيه الحين في هذه الامور انك وانت ما تدري وانت ما تدري اترك تاثير الناس اللي حولك وانت ما تدري تقنع نفسك شوف سبحان الله هذا الاقناع ترى شيء من نفسك عقلك قلبك يقتنع من أن كلامك شيء. اترك التأثير اللي يجيك من الناس أو التأثير اللي أنت تأثر فيه أنت تقنع نفسك بنفسك هذا مصيبة اشتر بلوك ذا صغار صغار بالعمر يا الله والله ما فيك شيء يا ابني والله ما فيك أقسم بجلال الله بعدين شوف الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن الكريم نفسك يا أخي. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يعني لا تعتقد أنه جاك تكليف في أي شيء إلا أن الله سبحانه وتعالى يدري أنه هذا وسعك فلا يعني لا تحمل نفسك فوق حملها او انك مثلا تقول لا انا ما اقدر انا ما اسوي بعضهم يوصل مراحل مو طبيعيه ليش وش اهم الاسباب غير انه هو يقنع نفسه المؤثرات الخارجيه اللي تجي سواء من مقاطع يشوفها مقاطع يا الله ولا يا الله ولا, ولا اغاني حزينه مره وذا ما ادري ويدخل جو ايش الجو إيه؟ ولا انه يشوف له مثلا مسلسل الفيلم يشوف يحكون قصة واحد جيه مشكلة ويعتقد انه هو في نفس الموقف ايه مصيبة وهذا يرجع برضه والتفكير بالمستقبل عندك والاشياء وماني عارف ايش كلها تعب النبي صلى الله عليه وسلم في اكثر من حديث تكلم عن الرزق انه يدرك يلحق الواحد زي الموت فتبي تستوفيه تبي تستوفيه تبي تستوفي رزقك تبي تستوفيه مثل انت الحين اذا هل تقدر تهرب من الموت؟ ما تقدر كذلك الرزق لا وزيدك برضه انك اذا دعيت واصلحت نفسك الله سبحانه وتعالى يزيدك من الرزق فالخوف منه والاكتئاب وردة الفعل المبالغ فيها سواء عند بعض البالغين صار عند بعض الناس هبة خلاص اكتئاب وهم صغار بالعمر والله اللي تدري ليش والله العظيم اني خاطبت كذا شخص اقسم بالله وهو صغير بالعمر يومني قلت له كم كلمه استانس ما فكر بالله ليش طبعا. تشوف مقاطع حزينه وليش تشوف ماني عارف ليه تحمل نفسك ان فيك هذا الشيء مو فيك ترى يا جماعه من اهم الاسباب لازم الواحد إذا حس بالأحاسيس هذه يراجع فيتامين دال صادق فيتامينات فيتامين دال ترى كل شتاء والله يا جماعة كل شتاء أمسك رايد أقول فيتامين دال ليش الشتاء بالذات لأنه الأغلب يا جماعة اللي دوامه حر ما يقوم من النهار 24 ساعة بالليل والنهار فيه الشمس اللي تجيب لك فيتامين دال فلازم يا جماعة تحرص على فيتاميناتك صح. عشان ما نجي نقول لك احنا الكلام هذا وتحتف وانت تلقى الفيتامين دال عندك مرة طايح ويسبب لك فعل الاكتئاب مرة حاد والاذكار ياب ما في شك هو شوف الاكتئاب هذا شوف عندك عندك شيئين عندك المعدة جذومة المعدة وعندك فيتامين دال وعندك فيتامين بي 12 اسمه هذا كله النفسية صح
بيلعب نفسيت كذا نقص. اهم شيء دال، تذكروا يا جماعه مقبلين على شتا. والله تفهمونا يا كل مشاكلنا قلناها والله. مره اسمع، مره رائد قبل سنتين يفكر بالموت. لا لا لا، كان بالشقه، كان عنده شباك بقول طبيعي. انا بموت بكره بقول. لا جاء رمضان، يوم جاء رمضان علق تعليقه رمضان على الشباك، فصار الشباك ما يفتح، يعني ما في شمس، وتعرفون دوام رايد حر على حسب البيوت على حسب المقاطع. يوم جاء رمضان ينام بالنهار يقوم بالليل، رمضان كامل كامل، هو اصلا من قبل ما في فيتامين د، من قبل ناقص، ينزل لاقل مستوى ستة، وتجي كورونا قسما بالله العظيم. اي والله، وتجي كورونا وينهبل ورعب وخوف، شيء عجيب. دمر ستة وصل. اي والله تخيل، قفل على نفسه الباب كمامات. انا جيت بعدها بفترة بعد ما تحسن شوي، بعد ما تحسن شيء عجيب. قال لي الدكتور كذا، ليش كذا دار ستة على طول؟ شلت ذي، فكينا الباب في حبة ليك مرة بالاسبوع ما تقدر تنساها. ايوه هذه 50,000 فيه، هذه غيرتني بعد اسبوعين 3 اسابيع. بديت والله فيتامينات تنقص وسوسه والاذكار تكفى، حرص عليهم. ما في شك يا جماعه، والله صباح المساء. اشكركم صراحه. كلمه الاخيره احمد. انا عندي كلمه بس احمد، قبل ما تقول يا جماعه ركزوا معي في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ان الواحد يقدر يوصل يوم القيامه يتفاجأ يدخل الجنه انه واصل درجه الصائم القائم. تخيل اللي يصوم واللي يقوم الليل بشيء بسيط جدا يا جماعه، حسن الخلق، أخلاقه جميلة، يعرف يرد على الناس بأخلاق، يتحمل بعض اللي يجي منهم، أخلاقه جميلة، حسن الخلق يوصلك يا جماعة درجات القائم الصائم. الله الله يا جماعة، حسن الأخلاق. الله يجعلنا من خير. الله ما من يحييك. صراحة الجلسة جميلة، والله إني استمتعت فيها حتى المقطع. أيوة والله. أيوة والله يا جماعة إن الجلسة دي جميلة. ذكر وناسك. مخيم صرنا مخيم وناسك من بسطين. الله يدعمكم يا جماعة وكلامكم الطيب، الله يوفقكم إن شاء الله. نبغى دعاء. ما قصرتم. كفارة المجلس. على عندك. اللهم بحمدك. أشهد أن لا إله إلا أنت. استغفرك وأتوب إليك. يعطيكم العافية يا جماعة الخير، لا نقول لكم وداعا، إلى اللقاء في مجلس رائد 8 إن شاء الله قريبا. مع السلامة.